زكاة الفطر والمال للعائلة في محيط العائلة هل م. يجوز للأب أنه يطلع الزكاة لإبنه أو العكس؟ في زكاة الفطر. زك... نخليها للاثنين عشان برضك نوضحها لل... للساده طيب. المستمعين والمشاهدين معي زكاة المال زكاة المال عموما هذه ذمة مالية مستقلة ذمة مالية مستقلة أنا عندي مال بلغ النصاب والنصاب ده ما يعادل بالذهب 85 جرام ذهب عيار 24 او عيار 21 من الذهب الخالص يعني حتى العلماء فرقوا قالوا من الذهب الخالص طب الذهب الخالص ده هو عيار 24 طب عيار 21 دار الافتاء المصريه اخذت بهذه الفتوى انها قالت عيار 21 اذا بلغ المال النصاب الذهب عيار 21 تيسيرا على الفقير مراعاة لحال الفقير مش هقول له لا استنى لما عندك من الذهب عيار 21 يصل الى 97 جرام وديت قيمه 24 جر... عيار 24 85 يعني م. 85 جرام ذهب عيار 24 فاقول له استنى اما يوصل البتاع بتاعك 97 جرام اقول له لا والله اذا وصل الذهب بتاعك 85 جرام عيار 21 هذا يجب فيه الزكاه، طيب الزكاه ربع العشر تمام؟ م. طيب أنا عندي هذا المال أنا أخرج زكاة الفطر إذا بلغ زكاة المال إذا بلغ النصاب وإذا حال عليه الإيه؟ الحول. طيب آه، زوجتي عندها مثلا المال عندها المال وعندها الذهب تمام؟, تمام. ويعني حتى ما ندخلش في مسألة الذهب، الذهب إذا كان للزينة لا تجب فيه زكاة وهذا رأي الجمهور. تمام. إذا كانت تلبسه المرأة أو اشترته للزينة لا تجب عليه الزكاة. تمام لكن اذا كان الذهب آه للتجاره وجبت عليه وليس زينه ليس حلي اشترت جنيهات من الذهب سبائك من الذهب هذا لا تتزين به المراه تمام ومن ثم تجب فيه الزكاه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول اللي هي السنه الهجريه الكامله طيب المراه او الزوجه لها ذمه ماليه مستقله تمام بلغ مالها النصاب انا كزوج استطيع ان اخرج زكاه زوجتي؟ اخرج الزكاه عنها يعني من مالي؟ نعم يجوز لكن بعلمها واذنها ليه؟ لانه لابد من النيه اي تجزئ أي عشان تاخذ اجر عشان تاخذ ثواب والا انا هطلع عنها وهي اصلا اذا كانت هي مانعه للزكاه فكيف تؤجر؟ يعني لازم الفرد ياخذ موافقه ان, إن هو إذا, اذا انا هطلع زكاه هطلع الزكاه عن ابني او عن احد من الناس لابد ان اخذ اذنه فيها. تمام. تمام؟ وكذلك في زكاه الفطر. حتى الفلس. لو هو لسه ما بلغش الحلم زي ما بيقولوا، لسه ما ما وصلش السن القانوني. آه،, اه نعم نعم نعم، هذا يكون آه. للوصي. اه للوصي. لازم, لازم نعم، الوصي رأيك الوصي،, رأيك. الوصي يعني الوصي على المال، على مال اليتامى، آه، اذا كان مال اليتيم قد وصل نصابا وحال عليه الحول، الوصي ها هنا يخرج زكاه المال. الصبي الصغير المولود الذي عنده ملك وهذا مولود مرفوع عنه القلم لكن هناك وصايه عليه الوصية يجب عليه ان يخرج زكاه هيخرج زكاه المال او والفطر انا سؤالي هل يجوز ان هو يخرج الزكاه ليهم؟ يعني مثلا ابنه مثلا محتاج اه نعم هل يجوز ان هو ابنه ياخذ او ان الابن غني وشايف ان والده محتاج هل يجوز ان هو يدفع لوالده الزكاه؟ أتفضل. يبقى هناك احنا كنا بنتكلم ان يخرج عنهم أوه. الان يخرج لهم لهم تمام أيوة. شايف بالزبط. الفرق؟ الفرق ان نخرج لهم لا يجوز مطلقا لا في زكاة مال ولا م. في زكاة فطر ان يخرج الرجل عن اصوله اللي هو الاب والجد وان على ولا أوه. عن فروعه اللي هو الابن والاحفاد وابن الابن وان نزل م. لا يجوز ان يخرج زكاة فطره ولا زكاة ماله عن عن الاب وللاب ولا يخرجها للابن ولا لابن الابن تمام؟ ولا للاخت انما الاخت اه انا وابن بيش. العم أعتفد. وابن الخال وبنت الخاله وجميع الاقارب من لا تلزمك نفقته يعني ايه تلزمك نفقته؟ يعني انا كراعي اسره وكراعي عائله إخواتي الصغار هؤلاء أنا الذي أقيم عليهم وأنا الذي أعولهم أنا اللي أنفق عليهم تمام فإذا كنت أنا اللي أنفق عليهم يبقى أنا وجب علي أن أخرج عنهم تمام؟, تمام ولا أستطيع أن أخرج لهم لأنهم أصلا النفقة بتاعتهم تلزمني أنا لكن أختي تزوجت أو أخي تزوج وهو مستقل بحياته وله ذمة مالية وله دخل خاص به إلا أن ظروفه المالية مثلا ضعيفة نوعا ما ظروفه المالية ديت على أده. ما... يعني أو عنده بنت للزواج أو ابن للزواج أو عليه دين فأنا أساعده من مال الزكاة هذا لا بأس به ولكن دائما سواء كان من زكاة الفطر أو زكاة المال لكن دائما أقول لإخواننا يعني زكاة الفطر هذه مرة في العمر ومرة في الشهر يعني في السنة يعني وزكاة الفطر هذه جعلها الله طعمة للفقراء والمساكين ولادخال السرور عليهم في يوم العيد تمام؟, تمام؟ وزكاة المال 2.5% فأنا إذا أردت إذا أردت أن أساعد أخي المحتاج أو أختي التي لديها يعني عجز في احتياجاتها فينبغي أن أرفع بهم مما أنعم الله تبارك وتعالى به عليّ. فأنا ما استناش ال 2.5% دول وأقول هم دول بقى إيه؟ يعني اعملها بجميله واعملها ب... الاقربون اولى بمعرفة. الاقربون اولى نعم نعم لكن لكن البدة. اغنهم مما اعطاك الله يا اخي بلاش اتنين ونص خليهم ثلاثة خليهم اربعة في المية يعني اجعل لهؤلاء نصيبا نصيبا مما انعم الله تبارك وتعالى به عليك على سبيل المحبة وعلى سبيل الصلة كذلك ان الزكاة ديت اللي بيخرجها الانسان والصدقات انما الانسان يتطهر بها يتطهر بها من الذنوب والمعاصي ولذلك نسميها اوساخ الناس بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الامام الحسن كما في الصحيح الامام مسلم الامام الحسن راح ياخذ من الصدقه من تمر الصدقه فالنبي <applause> ضربه على يده صلى الله عليه وسلم وقال له كخن كخ كخ او أيه. احنا دايما ايه كخ كده اللي, اللي أيه. كخ. اما علمت اننا ان لا ناكل الصدقه وهي محرمه على النبي صلى الله عليه وسلم أيه. وال بيته لا ياخذون الصدقه ويقبلوا الهديه صلى <applause> الله عليه وسلم <applause> انما هي قال صلى الله عليه وسلم انما هي اوساخ الناس يعني الناس تتطهر بها فانا يعني ارأب ويعني اقول لاخواني يعني هنيا باقاربكم واغنوهم واعطوهم مما اعطاكم الله ليس على سبيل الحصر والقصر ان تكون اموال الزكاه موجهه اليهم وان كانوا هم اولى لكن اوسعوا عليهم مما اعطاكم الله تبارك وتعالى فبلاش يعني انك انت تعملها او تحسبها بالملي ثم راعي في هذه المساله حاله الاخذ والمحتاج سواء كان اخت او كان قريب ابن عم او ابن خال او 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 قريب من الاقارب وهو يجدك في شهر رمضان تاتي اليه ومعروفه يعني ان تعطيه وتقول له خذ هذه لاولادك عدية مثلا وهديه وهي في الاصل انها ايه أيوة. زكاه <applause> يعني فهذه يعني ايه نفسيا تحط من شانه وكذا وكذلك اذا يعني تعود على انك تعطيه مالا وشعر بانه من زكاه اموالك تمام فتكون نفسيا تكون نفسيا نفسيا هذه يعني مؤلمه له ومن سمح بنقول لهم لا يا اخواننا وسعوا عليهم وشاركوهم الحياه واعباء الحياه بما افاض الله تبارك وتعالى عليهم وهذا وأؤكد عليها انه يجوز ان تخرج زكاه اموالك وزكاه فطرك للاقارب الذين لا تلزمك نفقتهم، انت مش مسؤول ان انت تصرف عليهم لكن يجوز نعم يجوز الاخ الاخت والاخ وبقيه الاقارب يجوز طالما انك غير مسؤول عنهم اساسا وانت لا تنفق عليهم يجوز أن تخرج لهم أما الأصول والفروع الأب والأم وإن على والابن والابن وإن لا يجوز حتى وإن كانوا محتاجين لأنه الأصل أنك تلزمك نفقتهم يعني آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا والرجل اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام وبيقول له أبوي عايز ياخد فلوس قال له إيه أنت ومالك لأبيك <applause> لأبيك نعم <applause>